بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، حضورنا الكريم، أسعد الله صباحكم وأوقاتكم بكل خير. مجددا هنا من الدفعة الثانية للإبكار المحليات الأصايل، نتمنى دائما التوفيق والناموس للإخوة المشاركين والحاضرين هنا في كل هذه الانطلاقات الجميلة. ما شاء الله التوقيت ما زال صامدا هناك مع الغزال، اسمه الشيخ أحمد بن محمد راشد المكتوم بقيادة أحد شبابنا مطرب الخلف بن علوان. 6:14 بالوفاء والتمام، نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس. دفعة ثانية وانطلاق جديد وناموس جديد إن شاء الله هنا مع شواطي أبناء أصحاب السمو الشيوخ لوطنا الخامس، وعلى المركز الأول هناك المايدية سمو الشيخ أحمد بن محمد براشد المكتوب مع مطر بن علي بن واس. النقلة على أنجاز سمو الشيخ حمدان بن محمد براشد المكتوم محمد بن عبد الله بن هلي، وهناك أخيرة سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم ومسري بن سالم بالعرضي. حفلة تأتي رابعا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم مع أحمد سلطان بن رشيد. وفي المركز الخامس قرموشة سمو الشيخ أحمد محمد براشد المكتوم مطر بن خالد بن علوان. وفي المركز السادس هنا جلمودة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان براشد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة. سابع المراكز هناك اللي في المركز السابع لسمو الشيخ حمدان براشد المكتوم وأحمد بن علي بن عامر العويسي في عملية تضمير بشاير، بينما اللي في المركز السابع هنا نشوة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم محمد بن عبيد بن صبيع. وفي المركز الثامن هنا الشعيرية لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم عبد الله بن علي بن واس. وفي المركز التاسع نبدأ في هذه اللحظات مياسة لسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد المكتوم مع مطر بن خالد بن علوان. هكذا أيها الأخوة كانت نتيجتنا تقريبا بنقول للتسع المراكز الأولى المتواجدة هنا في القمة، المتواجدة والعشرة المراكز عفوا في هذا الشوط الجميل، هذا الشوط المميز ما شاء الله. ولا زالت المايدية من تسيطر على هذا الشوط وتسيطر على هذه المنافسة الجميلة. أعود لنستكمل بما تبقى من عمري هذا الشوط. المايدية يا سلام، المايدية المسيطرة على المركز الأول بشعار العزرة صاحبة الشوط الأول للإبكار المحليات الأصايل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم مطر بن علي بن واس. النقلة على المركز الثاني إنجاز سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وأحمد بن عبد الله بن هني، بينما ثالث مراكز هنا حفل اسمه الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وأحمد بن سلطان بن رشيد. المركز الرابع جلمودة سمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم ومحمد بن سعيد بن حلوة. في المركز الخامس
هنا الشاعرية سموشة حمدان بن محمد بارز مكتوم عبد الله بن علي بن واس. هكذا مستمعينا الأعزاء كانت نتيجة المراكب بعناها عليكم بالوفاء والتمام. يا سلام يا المايدية، يا سلام يا المايدية، يا سلام على هذه العروض اللي تقدمها المايدية. الله يا بنواس مضمر مضمر المايدية ما شاء الله. يعني 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 بداية موسم جميل لهجنس الشيخ أحمد محمد برز مكتوم مع المتألق في هذا العام أحمد مطر بن علي بنواس. نتمنى التوفيق يا أبو علي، ولكن حذاري من حفلة، حذاري من حفلة، بدأت تتحرك حفلة 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 سمو الشيخ حمدان براز مكتوم أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي اللي غير مجريات الأمور وينتزع المركز الأول في هذه اللحظات الجميلة، هذه اللحظات الحساسة. بنقول هنينا والنبوس سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، والتهاني دائما موصولة إلى أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي. هاي لحظات وصولها الى خط النهايه المركز الثاني سمو الشيخ احمد محمد براز مكتوم، المركز الثالث سمو الشيخ مكتوم حمدان براز مسعود مكتوم، المركز الرابع ويا سمو الشيخ حمدان محمد براز مكتوم، المركز الخامس سمو الشيخ حمدان بن محمد براز مكتوم. 6 دقائق التوقيت 6 دقائق و21 ثانيه تهانينا والناموس.